هذه سيارة 208، نشوف فيها، فيها مشكلة نتاع ديماراج. نحطو كونتاكت، حطينا كونتاكت، كل شيء يشعل، الإبرة تخدم، كل شيء، كل شيء يمشي. إنما كي تجي تضرب فما إشكالية، شفتو؟ كي يجي يضرب كل شيء يهرب، كل شيء يهرب. أنا قلت للمولات هي مرأة، قلت لها هل ترى وقت صار لك الموضوع هذا؟ قلت توا اليوم فقط. قلت لها هذه مشكلة بطارية، قلت لي بطارية جديدة عمرها 6 شهور، قلت لي مازلت كي بدلتها. وبالحق أنا وقت نشوف في الضمان تاع نتاع البطارية نلقاها شريتها في شهر 9 23، وأنا بيجو 208 ايسونس، يعني مش تعرف العملية شنية. قلت ممكن فما إشكالية أخرى، خلنا نحاول نشوف المشكل وين. جبت كوابل كما تعرفوا، اللي ما يعرفش الكوابل هذوما يعني ينشغلوا بهم المحرك. وعندي سيارة ثانية هاتي، شنو لازمنا نعمل؟ لازمنا نعمل الزايد في الخشين الأحمر، هذايا الكابل الأحمر في الخشين، في البورن الخشين هذايا يسموه زايد أو بليس. هزا نفس الشيء للبورن الأحمر اللي هو في الجهة هذي، تحطه اللوطة تحطه لفوق مش مشكلة، المهم تحطه في الكابل نتاع الديماراج. ونجي للناقص اللي هو سالب اللي هو الموا هذايا، نفس الشيء ناخذ له كابل نهزه حتى للموا نتاع السيارة الأخرى، هنا نحطه في الناقص، يعني بليس مع البليس وموا مع الموا، ونجربها باش نجرب نشغلها. ظاهرة البطارية جديدة لأنها ما زالت حتى لو سخمت ما سخطش. وتو بعد ما حطيت الكوابل باش نجرب نخدم، نعاود نحي كونتاكت، نحط كونتاكت مرة أخرى، شوف هنا نخدم. لو الضربة الأولى خاطر الكابل ماهوش مكانه صحيح، حطيت الكابل مكانه صحيح ونشوف. شفتوها اشتغلت على طول، لأن يعني المشكلة مشكلة بطارية، مشكلة مشكلة بطارية رغم إن البطارية جديدة. سكتوا مادام الكوابل راكبين، نعاود نخدم، مشكلة مشكلة بطارية. طبعا هي مازالت في الضمان، نشوفوا مع جماعة الضمان شنو اللي لازم يعملوا. تو مشيت بها مسافة كبيرة وطفيتها، قلت بالك يعني إذا كان هي مشكلة مش بطارية، يعني تكون كي تكون البطارية جديدة على الأقل كي تمشي بها مسافة حتى 5 كيلومتر لازم تعبي البطارية نتاعها وترجع عادية، لأنها 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 بطارية جديدة. باش نجربو، شفتو نفس الشيء كله يهرب، معناتها البطارية سقط مرة واحدة، سقط جملة ما عادش فيها، شفتو ما عادش تمشي بتاتا. علاش؟ لأن البطارية سقط، ورغم اللي جديدة. لكن فما ناس يقول لك كيفاش تسقط؟ هي تسقط، صارت لي عدة مرات، صارت لي منهم واحد ثبت له في خسارة بزوز ملايين تونسي، يعني 2000 دينار تونسي، وهم يبدلوا له في الدمارة ويبدلوا له في الانترنت على أساس هم متهنين إن البطارية جديدة. وهذه أكبر غلطة ساعات يوقعوا فيها برشا ناس، البطارية جديدة يقول لك لا مش من البطارية. ولهذا لازم الإنسان يرد باله، أول حاجة يعملها كي تصير حاجة هيك حتى بطارية جديدة يجيب كوابل من سيارة أخرى، ولا يجيب بطارية يحطها، كان هو طلع الديفو من البطارية. هنا انتهت المشكلة، بعرف كان طلع الديفو مش البطارية، هنا أعرف إذا كيف كيف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.